السلام عليكم. يواصل نادي شباب بلوزداد ضم لاعبين جدد، وذلك بضم اللاعب الدولي البنيني مارسني كوكبو، لاعب حمام الأنف التونسي سابقا، أمضى مع بطل الدوري الجزائري الموسم الماضي شباب بلوزداد في عقد لمدة 3 سنوات. اللاعب البالغ من العمر 24 سنة شارك الموسم الماضي في 20 لقاء، سجل فيه الموسم الماضي 4 أهداف، فيما قدم 8 تمريرات حاسمتين، وله 12 لقاء كدولي سجل فيها هدفين. ستجدون في صندوق الوصف أهداف اللاعب سابقا. للتذكير، اللاعب اسمه لم يصل لبعد للجزائر بسبب الحجر الصحي وغلق المجال الجوي.